حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. حذرت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل العراقيين من التعامل مع أي جهة باستثناء مصر في بغداد في دفع رسوم تأشيرة الدخول السياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وحذرت القنصلية في بيان لها العراقيين الراغبين بزيارة الولايات المتحدة للسياحة من الخداع، وأكدت أن الطريقة الوحيدة لدفع رسوم التأشيرة السياحية تتم من خلال مصر في بغداد. اتهم النائب عن نينوى نايف الشمري مجلس المحافظة بعدم العدالة بتعامله مع ملف الخدمات في الأقضية والنواحي بنينوى. وقال الشمري إنه يستغرب من اهتمام مجلس المحافظة بقسم من الأقضية على حساب أقضية أخرى، مضيفا أن جميع الناس متساوون في الحقوق والواجبات وفي الخدمات، وأكد على ضرورة الاهتمام بأقضية تعاني من خدمة سيئة جدا، مشيرا إلى أن قضائي البعاج والحضر وناحية تل عطا تعاني من انعدام الخدمات وشحة مياه الشرب دون أي اهتمام حكومي. تخطى العراق حاجز 1,600,000,000,000 دينار بمبيعات المنتجات النفطية عبر الدفع الإلكتروني. وبحسب منصة ثقافة الدفع الإلكتروني في العراق، فإن مبيعات شركة توزيع المنتجات النفطية من خلال الدفع الإلكتروني تتخطى 550,000,000,000 دينار عراقي خلال شهر أيار فقط، وبهذا تتجاوز حاجز 1,600,000,000,000 دينار عراقي بعد مرور سنة وشهر واحد على بدء المشروع. أكدت رابطة صناعة النفط في كردستان أبيكور استعدادها للنظر في تعديل العقود بالاتفاق مع حكومة كردستان العراق في سبيل استئناف التصدير. وقالت أبيكور في معرض ردها على تصريح للسودانية، إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات تتطلب تعديلات على العقود الحالية، فإن الشركات الأعضاء في الرابطة على استعداد للنظر في ذلك. وكان السوداني قد صرح لوكالة الأناضول التركية بأن شركات النفط في كردستان العراق غير مستعدة لتعديل عقودها. اتفق أعضاء تحالف أوبك بلس على تمديد الاقتطاعات الحالية من إنتاجهم النفطي حتى نهاية عام 2025، وذلك لدعم الأسعار في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية تخيم على السوق. وجاء في بيان للتحالف أن أوبك بلس المؤلفة من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بقيادة السعودية وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، جاء أنه سيمدد مستوى إنتاج النفط الخام من الأول من كانون الثاني 2025 وحتى 31 من كانون الأول من عام 2025. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى صرف أو أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.